أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يوجه المسؤولين بضرورة إقامة مشاريع تخدم المواطنين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يسعى لوضع مشاريع جديدة كل يوم على خريطة مصر في كل المجالات، مشيرا إلى أن ذلك ليس نوع من التسرع والاستعجال، لكنه لطمأنة المواطن وإحساسه بوجود تغير ومستقبل واعد. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مصنع الأسمدة بالفيوم اليوم أن معدلات العمل والإنجاز الطبيعية غير كافية، موضحا أنه التقى بعدد من أصحاب السلاسل التجارية وأصحاب السلع الغذائية لمناقشة التخفيض الذي تم تقديمه للمصريين. سفير السعودية ينفي وجود أزمة لتأشيرات المعتمرين في الأسكندرية. نفى السفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وجود أزمة في تأشيرات العمرة بالأسكندرية، وقال إن كل ما كتب عن ذلك الموضوع كذب وافتراء، مطالبا شركات السياحة بالتحقيق في هذه الأمور. وفد من مشاهير جورجيا في شرم الشيخ للترويج السياحي. بدأ وفد من الفنانين والموسيقيين والإعلاميين من جورجيا زيارة إلى مدينة شرم الشيخ ولمدة أسبوع، وذلك في إطار تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ وبالتنسيق بين كل من سفارة جورجيا بالقاهرة ومحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة. رياضيا، الزمالك يقهر الحرس بهدفين في أول ظهور لباكيتا. فاز الزمالك على حرس الحدود بهدفين نظيفين اليوم بالأسكندرية في الأسبوع الثامن للدور العام لكرة القدم. أحرز الهدف الأول اللاعب عمر جابر، وأضاف الهدف الثاني اللاعب مصطفى فتحي من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء. وبهذه النتيجة رفع الزمالك حامل لقب المسابقة رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد الحدود عند 6 نقاط. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الجمعة بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة مع قدوم ساعات الليل، أما السحب المنخفضة والمتوسطة فتتكاثر على شمال البلاد وتمتد لبعض المناطق شمالا وعلى القاهرة وبعض مناطق الوجه البحري. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.